والله وصلنا الخبر من هالتلفونات، هذا بتصل هذا بتصل فلان بلال بردش علينا بسمعين، برجع لكم يا عمي بلال بردش علينا وباقي الله اعلم انه كلهم معهم خبر بس بدهم شو يقولوا لنا. فيعني الحمد لله رب العالمين في الاخر عرفنا انه مستشهد، ان شاء الله ربنا يقبلوا جميع شهدائنا في الجنه يا رب العالمين. الحمد لله يعني اولاده كلهم ما شاء الله عنهم ما شاء الله عنهم، بلال من الناس يعني في بدي اقول لك كل اغلب الشباب اصحابه يعني عمره ما عمل مشكله ولا بكى اي شيء، بيشتغل بروح بيجي على الدار بحب اولاده واخواته ما شاء الله عنه. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وهذا يعني شهاده ما نفتح اللي يستشهد على ايام هذه. الحمد لله رب العالمين الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. بلال عمره 34 سنه، عنده 3 اولاد، ولدين وبنت، وعنده شغل بيشتغل ما شاء الله عنه الحمد لله. وزي ما قال ابو عمار، يا جبل يا جبل ما يهزك ريح. الحمد لله رب العالمين، كل هالشباب اللي اجوا بيقولوا لي احنا اولادك، والحمد لله رب العالمين. الله يخلي اهل بلدنا كلهم صغيرهم وكبيرهم شبابهم اختريتهم تبارك فيهم كلهم يا رب. الحمد لله رب العالمين، نسال الله العلي العظيم انه يجمعنا جميع كل فلسطين في جنات النعيم ان شاء الله.